وزير الاستثمار يهون من تخوفات المستثمرين بخصوص مظاهرات نهاية الشهر، والسوق تستأنف رحلة الخسائر وتخسر مليار جنيه. التجار الفلسطينيون في القدس يشتكون من الركود بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم. مجموعة الثمانية تعلن الحرب على التهرب الضريبي في العالم. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في نشرة اقتصادية تفصيلية تأتيكم من النيل للأخبار. وفيها اعتبر يحيى حامد وزير الاستثمار تخوف سوق المال من يوم 30 يونيو المقبل أمر مبالغ فيه، مؤكدا أنه تم وضع استراتيجية للتعامل مع أي تحركات عنيفة وحادة للأسهم. وعلى صعيد التداولات، تراجعت البورصة خلال التعاملات بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، قابلتها عمليات شراء للأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي نحو مليار جنيه. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أحمد العطيفي، خبير أسواق المال. أستاذ أحمد، بعد التحية، لماذا عادت السوق مجددا للهبوط بعد يومين من الصعود؟ يعني أعتقد طبعا المستثمرين عندهم عملية تحفظ إن هم يبقوا متواجدين في السوق في ظل طبعا ما يصار 30/6، وكل يترقب هذا الحدث. إن كنت أنا فعلا مع الكلام اللي سمعته اللي فيه مبالغة لهذا الموضوع، بدليل أكبر مسألة إن المستثمرين الأجانب بيشتروا في السوق تقريبا من يعني بداية الشهر تقريبا حتى الآن ظهرت متعاملين الأجانب. أعتقد طبعا ده هاجس بالنسبة للمصريين أو سيكولوجية المصريين عندها تخوف من هذا الموضوع. الجزء الثاني من قيم التداول منخفضة، برضه ما ننساش إن 30/6 هي سنة مالية للعديد من المؤسسات وصناديق الاستثمار، هما بيفضلوا ده طبيعي، طبيعتهم كل سنة تقريبا هذا الوقت وقت من العام بيكون ميعملوش مراكز مالية جديدة يحافظوا على الأرباح اللي كانوا محققينها أو بيحافظوا على المراكز المالية السابقة. مع عدم وجود أخبار يعني أخبار قوية أو جوهرية على الشركات المدرجة في السوق، ده ساهم في عملية عدم وجود قوة شرائية تدفع السوق لأعلى. طبعا بعد عمليات الارتفاعات اللي حصلت في جلسة أمس وأول أمس، كان طبيعي إن بعض المتعاملين اللي ممكن يشتروا برضو بعض الأسهم بأسعار متدنية النهارده يعملوا عمليات تنمية أرباح. لكن مجمل عموما إن السوق طبعا يمكن في خلال الأسبوع الأسابيع الماضية وحتى هذا اليوم طبعا السوق بيتعرض لعمليات أنا بقول عنيفة، عمليات بيع من قبل المؤسسات المصرية، عمليات بيع من قبل المتعاملين المصريين، حالة خسارة متوالية. أنا بس عايز أسأل سؤال، لو يعني لو بعد 30/6 الأحداث ما حصلتش أحداث زي ما الناس بتتكلم والحالة بقت إيجابية أو حصل استقرار نسبي، إيه اللي هيحصل في السوق؟ أعتقد إن السوق هيعكس الاتجاه وهيتحرك لأعلى، وده يخليني أقول رسالة للمتعاملين المصريين إن هم يكونوا متأنين في القرارات بتاعتهم، عدم الاندفاع. وأعتقد دوت واضح من قيم التداول طالما منخفضة، حتى لو المستثمرين المصريين بيتجهوا للبيع، لكن مفيش قيم تداول كبيرة ما بيتجهوش للبيع العشوائي مقارنة بالبيع اللي احنا كنا بنشوفه تقريبا من اسبوعين، كان السوق بيهبط 4% و5%، دلوقتي خلاص السوق بيتحرك بجدانة ما بين 0.5% و1%، حتى الآن السوق حتى لم يحقق خسارة حتى تجاوز 1%، لكن قيم التداول هو العنوان الرئيسي الموجود في السوق في هبوط في قيم التداول. نعم. بقرار ان احنا لازم نتألف في قراراتنا كمصريين وعدم الانتفاع في عمليات البيع، ولازم يبقى في هدوء في القرارات. نعم، الأستاذ أحمد العطيفي خبير أسواق المال، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف.
نفى وزير الاستثمار يحيى حامد وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية من مصر، وقال حامد إنه تم الاتفاق على مصالحات بنحو 10 مليارات جنيه مع مستثمرين عرب على مدى 40 يوما الماضية، شملت شركتي داماك والفطيمة الإماراتية والحكيرة السعودية. وأشار حامد إلى أهمية المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص خلال العام المقبل، مؤكدا أن وزارته تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يصل إلى 75% العام المقبل. في أسواق النقد سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي 6.99 جنيه عند الشراء وفقا لنشرة البنك المركزي المصري. وأمام العملات العربية سجل الريال السعودي 1.86 جنيه. وفي الأسواق العالمية سجل اليورو 1.33 دولار. وإلى أسواق المعادن النفيسة، حيث زادت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 1 جنيه عن سعر أمس الثلاثاء. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أحمد الجيزاوي أن هناك خطة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر خلال 2 عامين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. ونفى الوزير أن يكون هناك نقص في التقاوي، مؤكدا أن مصر تنتج معظم التقاوي الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية والحيوية، وأن ما يتم استيراده هو نسبة ضئيلة لبعض المحاصيل. جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة المنيا التي رافقه خلالها الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا لمتابعة توريد القمح وسير العمل بشوان بنك التنمية والائتمان الزراعي وصوامع الغلال في المنطقة الصناعية. قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اليوم إن شروط مناقصات القمح في المستقبل ستظل كالمعتاد، بما في ذلك استخدام الدولار وترتيبات الشحن. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة ردا على تكهنات بأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قد تغير العملة أو شروط الشحن حين تشتري من السوق الدولية، قال إنه لا توجد تغييرات وإن الأمر سيظل كما كان، ولم تشتري الهيئة من سوق القمح الدولية منذ فبراير. تتعدد أشكال الحصار الإسرائيلي للشعب الفلسطيني عن طريق ممارسات إسرائيلية يومية متعمدة لإطباق الحصارين المادي والنفسي عليه. سوق الباشورة في القدس المحتلة تقف شاهدا على هذا التجاوز بعد أن اعتلت نظرات الخيبة وجوه التجار الفلسطينيين من ركود تجارتهم التي تعتمد إلى حد كبير على السائحين. يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين من اجل تجويع الشعب المناضل، فضلا عن استمرار تهويد القدس الشريف وتحويله الى منطقة مليئة بتغييرات ديموغرافية وعمرانية. هنا في البلدة القديمة بالقدس تعالت اصوات التجار الفلسطينيين من ركود تجارتهم التي تعتمد الى حد بعيد على السائحين، حيث يتجنب المرشدون السياحيون الإسرائيليون متاجرهم ويصطحبون الأفواج الزائرة إلى متاجر الإسرائيليين. هي العملية صارت عملية سياسية، يعني إحنا نتعرض لهجمات تهويد هي تفريغ للبلد، فهلا كيف هم بدهم يعني يوصلوا للهدف هذا؟ من خلال التحريض من قبل أبناء السياحة الإسرائيلية، فهذا يعني واضح يعني. والهجمة الضرائبية اللي هي كل يوم الثاني بلشت من وتيرة جديدة هاي، فهم كيف انت؟ كل يوم تقريبا بيجوا للبلد، فهم انت؟ بتسكر الناس، بتعرض الناس لهجمات ضرائبية. ولا يمر في سوق الباشورة إلا قليل من السائحين الأجانب الذين لاحظوا الزحام في متاجر الإسرائيليين. وتقع سوق الباشورة بالقرب من سوق يهودية تؤدي الجدار الشرقي للحرم القدسي الشريف، وي
يضم نحو 20 متجرا يملكها فلسطينيون. هنا أهدأ بالتأكيد وليس مزدحما مثل الجانب الآخر من البلدة، لكنني سعيدة بالحضور إلى هنا للمساندة قدر استطاعتي. جئنا إلى هنا قبل عامين وكانت السوق مزدحمة بالناس وكان المرور فيها صعبا، الآن لا أحد والمرور سهل جدا، لكن التجار لا يحققون إيرادا كبيرا. الغرفة التجارية في القدس أكدت من جانبها أن ضغط السلطات الإسرائيلية يجبر التجار على التخلي عن أعمالهم بأساليب عدة من بينها زيادة الضرائب. أولا في ضغوط إسرائيلية تحقيقية لأصحاب المحلات التجارية هناك لكي يتركوا محلاتهم لدرجة التطفيش، سواء بالضرائب أو سواء بالبوابات والإغلاقات اللي تقام في السوق. في المقابل نفت السلطات الإسرائيلية كل الاتهامات، وأشارت وزارة السياحة الإسرائيلية إلى أنها تلقت شكاوى من مرشدين سياحيين ومن السائحين أنفسهم بخصوص ما ادعوه من أن هناك تصرفات عدوانية من بعض التجار الفلسطينيين في السوق، وكأن القاتل يشكو قتيله. محمود العزالي، النيل. دعا البنك المركزي العماني الحكومة إلى اعتبار الإصلاحات المالية أولوية لها، لأن الزيادة المستمرة في الإنفاق العام ربما لا تكون قابلة للاستمرار على الأمد البعيد. وزادت السلطنة وهي مصدر صغير للنفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول، زادت الإنفاق المزمع في ميزانية 2013 بنحو 29% مقارنة مع العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى تأمين السلام الاجتماعي بعد احتجاجات في 2011 طالبت بوظائف والقضاء على الفساد. ويعكس تحذير البنك المركزي تقريرا لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي قال إنه ينبغي لعمان أن تقلص الإنفاق الحكومي وتزيد الإيرادات غير النفطية على الأمد المتوسط للحفاظ على استدامة ماليتها العامة. أجلت وزارة النفط الليبية الإعلان عن شروط أول اتفاقيات للتنقيب عن النفط وإنتاجه منذ 2011 إلى الربع الأول من 2014، وأوضحت الوزارة أن ليبيا تتطلع إلى مساهمات من شركائها بمقترحات جديدة بشأن تحسين تلك الشروط. وكانت التوقعات السابقة تأمل في دعوة الشركات الدولية إلى تقديم عروض بشأن مناطق تنقيب جديدة بنهاية العام الحالي في ليبيا. قالت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم إن العمل في مشروع إنشاء خط لنقل الطاقة من إثيوبيا إلى كينيا بامتداد 1068 كيلو مترا سيبدأ في سبتمبر المقبل بتكلفة قدرها $1.26 مليار. وأشارت الوزارة إلى أن المساهمين هم بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي وكينيا وإثيوبيا، كما يتوقع أن تقدم وكالة التنمية الفرنسية 118 مليون دولار للإسهام في هذا المشروع الذي سيوفر طاقة أقل تكلفة إلى كينيا من إثيوبيا المجاورة، ويتوقع أن يكتمل هذا الخط في سبتمبر 2018. أكد مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي أولي رين أنه يتعين على وزراء مالية دول منطقة اليورو التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعهما الخميس المقبل بشأن كيفية إعادة رأسمالة البنوك. وتعاني منطقة اليورو من الركود في ظل أزمة ديون سيادية حادة تسببت في رفع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، الأمر الذي دفع الزعماء الأوروبيين إلى السعي وراء تحقيق تعافي اقتصادي وتوجيه سياستهم النقدية نحو إنشاء اتحاد مصرفي في منطقة اليورو لتحقيق التكامل وتقليل التكاليف.
اتفق قادة مجموعة الدول الثمان الكبرى في ختام قمتهم على تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي وتعاون الأجهزة الضريبية في دول العالم. كانت القمة التي استمرت يومين قد ركزت على ما أسماه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بثلاث مهام، هي تحديث القواعد الضريبية الدولية وتحقيق شفافية مالية أكبر وتحرير التجارة. تحديث القواعد الضريبية الدولية وتحقيق شفافية مالية أكبر فضلا عن تحرير التجارة نقاط اقتصادية ثلاثة اتفق عليها قادة مجموعة الدول الثمان الكبرى خلال قمتهم والتي انعقدت على مدار اليومين السابقين في أيرلندا الشمالية. القادة اتفقوا على تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي وتعاون الأجهزة الضريبية في دول العالم، مشيرين إلى أن السلطات الضريبية في مختلف أنحاء العالم يجب أن تبادل بصورة آلية المعلومات لمحاربة التهرب الضريبي. نحن نعتقد أن هناك خطوة هامة تم اتخاذها خلال هذه القمة. نرى أن التقدم في حرية تبادل المعلومات حول الضرائب خطوة جادة من أجل التغلب على آفة التهرب الضريبي. كما تناول القادة ما أسموه بالشركات المستترة التي تتعمد إخفاء حقيقة مالكها حيث تتجنب الخضوع للسلطات الضريبية، مشيرين إلى أنه يجب معرفة من يملك الشركات، كما يجب أن تحصل سلطات الضرائب وسلطات تطبيق القانون على المعلومات بشأنها بسهولة. وفي بيان صدر في أعقاب اجتماع عمل بشأن الاقتصاد العالمي، قال زعماء مجموعة الثماني إن النمو الاقتصادي والوظائف هي أولى أولوياتهم في ظل سعيهم لمعالجة ضعف الآفاق العالمية تمثل البطالة هاجسا خاصا. ووفقا للبيان اتفق الزعماء على أن إجراءات تحفيز مطبقة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان قللت مخاطر تراجع النمو على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد ركودا. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وافقا خلال القمة على البدء في مفاوضات إقامة منطقة للتجارة الحرة على جانبي الأطلسي، ما يؤدي إلى توحيد أكبر اقتصادين في العالم. سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 993.9 مليار ين في مايو لتتوصل الخسائر للشهر الحادي عشر على التوالي وسط تراجع قيمة الين وزيادة الواردات من الصين. وأعلنت وزارة المالية اليابانية ارتفاع إجمالي الواردات بنسبة 10% للشهر السابع على التوالي في زيادة على أساس سنوي، بينما قفزت الصادرات بنسبة 10.1% في زيادة للشهر الثالث على التوالي. في الوقت نفسه أسهم تراجع قيمة الين أيضا في زيادة العجز التجاري من خلال رفع تكاليف الاستيراد. أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأقل من المتوقع نتيجة لتراجع أسعار المواد الغذائية لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات، وهو ما يشير إلى أن التضخم ما زال تحت السيطرة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10% خلال مايو الماضي بعد تراجعه بمعدل 4% في إبريل الماضي. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والوقود الأكثر تقلبا بنسبة 2%. استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 106 دولارات للبرميل اليوم، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل برنامج التحفيز الأمريكي الذي يدعم أسعار السلع الأولية. ويشعر المستثمرون العالميون بالقلق منذ أن ألمح رئيس البنك المركزي الأمريكي بن برنانكي إلى أن البنك قد يدرس سحب التحفيز النقدي. في
أسواق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، واقترب من أقل مستوى في 4 أسابيع، وفقد الذهب الدعم نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم وحالة الحذر إزاء احتمال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامج التحفيز الاقتصادي. ونزل سعر الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1365.99 دولارا للأوقية، مقتربا من أقل مستوى في 4 أسابيع عند 1356.24 دولارا المسجل في 23 مايو. في كوريا الجنوبية ارتفعت ديون القطاع العام بشكل حاد على مدى السنوات الخمس الماضية، وارتفع الرقم بنسبة 90.6% منذ نهاية الربع الأول من عام 2008 عندما تولى الرئيس السابق لين يونغ باك السلطة. وأظهرت البيانات أن حيازات الديون بالنسبة للشركات العامة بلغت أكثر من الضعف لتصل إلى 400 تريليون و800 مليار وون حتى شهر مارس مقارنة مع نهاية مارس 2008. قررت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات سحب 9478 سيارة من الصين بسبب مخاطر السلامة المحتملة في فتحة سقف السيارة. وقالت المصلحة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي الصينية إن السيارات التي سيتم سحبها هي من طرازات الدفع الرباعي تم إنتاجها في الفترة بين يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011. وأوضح البيان أن لوحة الزجاج لفتحة سقف بانوراما لسيارات الدفع الرباعي لم يتم تثبيته بشكل صحيح مع جسم السيارة بسبب عدم وجود نوع معين من المواد اللاصقة، مما يمكن أن يؤدي إلى سقوط لوحة الزجاج مشكلا خطرا على السلامة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت نشرتنا الاقتصادية التفصيلية، وبقي تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الاستثمار يهون من تخوفات المستثمرين بخصوص مظاهرات نهاية الشهر، والسوق تستأنف رحلة الخسائر وتخسر مليار جنيه. التجار الفلسطينيون في القدس يشتكون من الركود بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم. مجموعة الثماني تعلن الحرب على التهرب الضريبي في العالم. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهى كامل نشرتنا الاقتصادية التفصيلية. تابعونا في وقفاتنا الاقتصادية في الخدمات الإخبارية المتتابعة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل.